السلامة، مرحبا، مرحبا بكم في قرية سيد أحمد الجبلية في ولاية سليانة. اليوم احنا نحيو في مهرجان سيد أحمد اللي يحيي التراث في الدورة 34. اليوم تقوم الفرقة سلامية سيد أحمد بالمشاركة في حفل الاختتام. تعريف بفرقة سلامية سيد أحمد، احنا هنا في القرية هذه الجبلية تسميت عليها الأذكار البدوية بالتخصيص، وعلى باش نذكر الاقطاب نتاع قريه سيد احمد في السلميه. عندنا سي محمد صالح بن عمر، سي محمد صالح الوافي، سي عبد الوهاب السوسي المؤسس الحقيقي لفرقه سلميه سيد احمد، قام بتهذيب برشا قصائد مكتوبه هنا في بلادنا، قام بتاسيس الفرقه هذه، خدمت في محسوب خدمنا دورنا جميع انحاء الجمهوريه التونسيه. اليوم نحيو في حفل اختتام لقريتنا باذكار بقصائد مكتوبه هنا، مكتوبه في سيد احمد. يعني المؤلفين والملحنين كلهم احمديه. المؤلفين والملحنين كلهم من سيد احمد. مستقبل الفرقه هذه، يعني علاش نسالك السؤال هذا؟ لاني سمعت انه ممكن طبالة سيد أحمد في طريقها للاندثار، لأنه ما فيش غلاف، سكون أبيل إن غلاف باللغة الفرنسية، يعني ما فيش ناس باش تاخذ المشعل فيما بعد. ما هو الحال بالنسبة لفرقة سلمية؟ أنا لاحظ أنه عندكم برشا شباب. شيء هذا هو المنهج اللي اتبعناه وتبعه المرحوم سي عبد الوهاب السنوسي رحمه في تأسيس الفرقة. قام بإدخال عديد العناصر، منهم نعمان الشتيبي المحدثك توا. دخلت الفرقة هذه وأنا عن عمر ما يتجاوز 20 سنة. الان قمنا بادخال عديد العناصر الشبابيه باش ياخذوا المشعل على العناصر القديمه ان شاء الله، وباش نقوموا باحياء ديما احياء تراث منطقه سيد احمد. اخر سؤال سي نعمان، فرقه سلمية سيد احمد هل تنشط خارج سيد احمد؟ هل تنشط خارج معتمديه سليانة؟ ينادوكم في مؤتمرات اخرى؟ ينادوكم في مهرجانات اخرى؟ اكيد اكيد، فرقه سلمية سيد احمد متحصله على الجائزه الاولى في مهرجان سيد علي الحطاب المرنقيه 2009، الجائزه الاولى على الجمهوريه. قمنا زاده بعديد مشاركات تلفزيونيه وتحصلنا على المراتب الاولى، وفي بالطبيعه في المناسبات والاعراس والمهرجانات ندوروا جميعا انحاء الجمهوريه لإحياء تراثنا وزاد الاطلاع على تراث المناطق المجاورة والولايات المجاورة زاد. أنا أعطيك الملاحظة اللي يعطيها أستاذ التلميذ لما يقوم بعمل جيد جدا، يقول لك أحسنت جدا، واصل يا سي نعمان. عايشك عايشك، مرحبا بكم في قرية سيد أحمد مرة أخرى. طيب أهم الأغاني اللي سمعناهم هذوما، قلت لي هما مؤلفين وملحنين من سيد أحمد، أعطيني شوية عناوين. أكيد، مثلا نقولوا احنا كنا نجيبه في نوبه تو احمديه في الميزان، اول حاجه الميزان في الايقاع، الايقاع اللي هو يتسمى ميزان احمدي، ما نسمعوش في فرق اخرى ولا في مناطق اخرى. نقوموا احنا بادخال، حتى اذا كان فما قصائد ماهيش من سيد احمد نقوموا بتهذيبها وتطويعها لحنيا باش تمشي باش تتماشى مع الايقاع الاحمدي والنغمه الاحمديه. شكرا جزيلا سي نعمان، واصل جدا. باللحن أعطيني شوية كلمات وباللحن. نسمعك قصيدة كتبها الشيخ تهامي الشتيوي اللي هو يكون من الأجداد نتاعي أنا نفس اللقب. تقول رب العالمين ذكره محلاه، بالأليف بدينا فضلك طالبين والحمد لله. تسمعوا حتى باللحن شوية. رب العالمين رب العالمين ذكره محلاه، بالأليف بدينا فضلك طالبين الحمد لله. شكرا شيخ نعمان. سي خالد الوافي، اهلا وسهلا بك على قناة الجنوبية. سي خالد، لاحظنا في النوبتين الاولانيين اللي شفناهم انك نشيط جدا على الركح، يعني وانت فينالمون انت قائد الفرقة، انت شيف دوركاستر. انا مشارك، أنا مشارك في الفرقة، ويحصل لي شرف نخدم مع اليوم جيت ندعم في فرقة ولاد سيد أحمد الكبار بقيادة الشيخ نعمان الشتيوي. بون يحصل لي شرف، فهمت، هذه بلادي، أنا أب عن جد أحمدي 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 أحمدي، يعني السلمية في دمك يعني. أنا سلمية في دمي، وي في دمي، عندي توا قرابة 40 سنة، متخرج من معهد الرشيدي. ومن بعد التحقت عملت فرقة سلمية اللي هي فرقة الخليل للمدائح والأذكار، تحصل على بطاقة الاحتراف عام 1988، والحمد لله يعني التراث التونسي النوب
بالتراث التونسي نحن هذبناها شويه فهمتي وانطلقنا في العمل بحول الله. التمارين تتمرنوا ديما مع بعض؟ التمارين نبرفوا يومين في الاسبوع في دار الثقافه حي الحديقه، وان شاء الله عندنا برنامج مع فرقه ولاد سيد احمد الكبار، مش نحلوا المهرجانات ونحلوا الحفلات الخاصه مع بعضنا، فرقه ممتازه متكامله شباب اصوات ايقاع اخلاق. ما هي فرقة سيد أحمد الكبار؟ قلت فرقة سيد أحمد الكبار يعني صنف خاص الناس الكبار في العمر ولا كبار في التجربة؟ أول فرقة في سيد أحمد قادها وانشأها المرحوم عليه رحمة الله الشيخ عبد الوهاب السنوسي، اللي هو اللي نشط الميدان يعني إنشاد الصوفي في سيد أحمد، هو عمل أول فرقة في سيد أحمد. نحب نرجع انا للي شفته في الركح، شفتك ناشط جدا في الركح، في وقت من الاوقات قمت وانت بديت تسير وتدور عليهم العازفين بالواحد والمنشدين بالواحد بالواحد بالواحد، يعني عندك كونديكتور، عندك برنامج خاص في مخك ملقنه لهم قبل الحفل والا تستنبط اثناء الحفل، يعني تخمرت شويه يعني. كل سهره سواء سهره خاصة أو مهرجان عبارة أول سهرية في حياتي الفنية، ديما نبدأ استيسي شوية ونبدأ فهمتي كي نقوم هكاك الأولاد نزيدهم كيف يعني تقول أنت شحنة، يعني نقولوا احنا كل ما تشارك في حفل كل ما تشارك في نوبة متاع سلمية تعتبرها وكأنها أول مرة وأول تجربة في حياتك. فعلا. لذلك تتقن عملك إتقان جيد جدا. نعم أنا سحرية ما تتعداش كيما نحب أنا نروح مانيش ولا بد. إيش باش تسمعنا بعد اللي شفناه؟ نحن تو في فترة الاستراحة. تو ثم الشيخ سفيان صادق مش يعمل ذكر نبي محلاه بلساني اللي هي من التراث الحمادي ألفوها المشايخ عليها برحمة الله وهذبناها نحن شوية ومش أداها تو الشيخ سفيان. وبعد ان شاء الله مش نادي انا اللي هي ولات عباره احمديه اللي هي الركبه الحمراء. الركبه الحمراء يعني انت تكلمت من الاول في اول حديث معايا تكلمت على تراث تونسي. تو انت نشعر بك انت تتكلم على تراث حمادي. انا حمادي. تراث. التراث الحمادي يعني غني برشا. باللي نسمي لك وباللي واحد يحفظ عباره ما عمل شيء. فهمتي عنده يعني عندنا زاد في سيد حماده زاد في الانشاد الصوفي زاد كبير برشا باللي تحفظ وباللي تزيد تحفظ وما زلت يلزمك تحفظ. وثم الملحنين والمنسقين واللي يعملوا البرمجه الموسيقيه واللي يعملوا التوزيع. فعلا ثم شعراء في سيد حماده سي عبد الملك وثم الشاعر فيصل زروق فهمتني ناخذوا من عندهم نحن وهم يحاولوا يهذبوا القديم ككلمات ونحن يعني نحاولوا نهذبوها كلحن. هذبنا برشا ويعني يعني يعني فعلا رجلناها بالقدا بالقدا. مشكور جدا بارك الله فيك لقد امتعتنا وسوف تمتعنا ان شاء الله فيما تبقى في السهره. مرحبا بكم في سيد احمد راهي اهل كرم واهل جود. هذا صحيح 100% وشفنا الدليل القاطع اليوم العشيه بارك الله فيك.